متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. تواصل أسعار الذهب بالأسواق العالمية هبوطها الذي ينعكس أثره على الأسواق المحلية وعلى أسعار الذهب في محلات الساغة بالأسواق المصرية، مما أدى إلى الانخفاض في الأسعار بمتوسط 5 جنيهات للجرام، وذلك في مستهل معاملات اليوم الجمعة 4 من شهر سبتمبر الجاري الذي جاءت فيه الأسعار على النحو التالي: سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 969 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 848 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 727 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 14 نحو 565 جنيها. أما الجنيه الذهبي فسجل نحو 6784 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية الذهبية في البورصات العالمية نحو 1932 دولار. ومن الجدير بالذكر أن أسعار المشغولات الذهبية تزيد عن أسعار الذهب الرسمية فيما يتراوح ما بين 24 إلى 60 جنيها قيمة المصنعية والدمغة التي يحصل عليها التجار أو أصحاب محلات الساغة. نذكركم متابعينا لئلا تنسوا دعمنا تحفيزا لنا على الاستمرار، وذلك من خلال الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم بخير.